بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض بس عشان نفنش بس البتاع ده هفوت كده عليه سريعا. المشاكل اللي عنده في الترجمات دي خلاص فنشناها، يعني النسخ اليونانية عنده فيها مشكلة، وهو ما عندوش نسخ نقدية غير ويست كوت وتشندورف. طبعا في نسخ نقدية تانية كتير غير دي. امال انت بتلعب فيه؟ كبر دماغك بس. المخطوطات المستشهد بيها ده قلنا فيها مصيبة برضو، وبعدين المخطوطات الموجود بها العدد برضو هم عامل فيها تدليس كتير ومش موضح تواريخ هذه المخطوطات. أقوال الآباء قلنا ما عندوش غير إرناوس، وده زي ما عرفنا إنه من النص اللاتيني، وترتليانوس ملوش علاقة بالنص، هيبوليتوس اقتباس ضمني خاص بالإيمان. وأنا كنت عاوز أبص على حاجة معينة في النص اللي هي أعمال الرسل 8. وكان الجموع يظنون لأن كثيرون مش عارف هو تقريبا من العدد 20 أنه بوضع أيد الرسل يعطي أعطينا الروح القدس لتكن فضتك فمش عارف إيه اطلب أنتم إلى الرب من أجلي ثم أنهما إلى الطريق المنحدرة إذ أهو فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس تقدم وارفق هذه المركبة، فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فسأله ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فأجاب كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد. وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاء. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبز به لأن حياته تنتزع من الأرض. إيه؟ من يخبر؟ يخبر. فسأل الخصي فيلبس أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسي أم عن واحد آخر؟ فابتدأ فيلبس من هذا الكتاب يبشره بيسوع. وفيما هم سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال النص اللي عليه مشكلة، فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. بس كنت عاوز يعني من خلال سياق النص وهو يعني بيقرأ فاتح العهد القديم بيقرأ في إشعياء، وكون ان هو يعني عاوز يعرف سفر إشعياء بيتكلم عن مين، فده في حد ذاته دليل انه عنده الاستعداد للإيمان. وده بيفكرني بالجزء اللي موجود في أعمال الرسل أيضا، لما بولس كان بيتكلم وبيبشر فوجد رجل مقعد من بطن امه لم يمشي قط. فمجرد ان بولس لقى الشخص ده بيسمعه فقال لك عنده ايمان او استعداد للايمان او مش عارف ايه. هي موجوده في اعمال الرسل 14 اهو. وكان يجلس في الاستيرا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه لم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه، واذ راى ان له ايمانا، يعني ايمان بمجرد انه بيسمع ومنتبه لبولس. فاحنا ممكن نقول ان نفس الكلام منطبق على الحبشي، انه مجرد انه بيبحث في سفر اشعياء وانه بيسأل وعاوز يعرف سفر اشعياء عن مين،
فده دليل انه عنده ايمان، يعني بنفس مقياس لما بولس لقى مجرد انه بيسمع وجد عنه ايمان. فمش ضروري ايمان خاص بان يسوع المسيح هو ابن الله، ودي أهمية النص مع المعمودية. أنت فاهم؟ يعني عاوز يدي لك إيمان معين يشترط على الشخص لما يكون عنده الإيمان ده أنه يقدر يعتمد. وإحنا جبنا من الاقتباسات دي الكلام بتاع أغسطينوس، فقال لك the reason why Philip did not forbid him to be baptized was because he had proved in his reading of the scriptures how far he believed in Christ. يعني مجرد انه قرأ في سفر اشعياء وتأمل فيها وسأل هو سفر اشعياء بيتكلم عن مين، ده دليل على انه امن، مش لما قال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله فقام نزل وعمده. طيب فده جزء كويس، ده اقتباس ضمني بيتكلم عن، لكن هنا بيقول believed with his whole heart. his whole heart دي لمحة عن النص بتاع 37، إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. طيب ده اقتباس ضمني، هو ما ينفعش في النقد النصي ببصلة، لكن ممكن نقول كان عنده معرفة بالقصة، يعني خصوصا ان هنا بيقول in the acts of the apostle، يعني في اعمال الرسل. كبريانوس هنا النص ملوش اي علاقة، مش كاتب، مش جايب حتى سيرة الايمان. اغسطينوس ده اقتباس، اثناسيوس ملوش علاقة بالموضوع، وباقي الاباء دول اباء ما بعد مجمع نقيم، مفيش اي مشكله. هو الموضوع ده بقى يحتاج نوع من انواع التاصيل زي ما قلنا، يعني تاصيل مساله هو مكانه اقتباسات الاباء بالنسبه لمصادر نص العهد الجديد وذكر المشاكل العامه اللي خاصه بيها، اللي هم تقريبا الخمس حاجات قلنا اصولها ضايعه ومخطوطاتها ما بينها اختلافات، وان المسافة ما بين الاصل واقدم مخطوطة كبير، وان غالبا كتابات الاباء بلغة اخرى غير اللغة الاصلية اللي كتب بيها الاب، وبعدين التحريف اللي كان بيحصل في كتابات الاباء، وكمان ان هم كانوا بيقتبسوا من الذاكرة مش بيقتبسوا حرفيا. فدول ست نقاط. ممكن ده خصوصا بالنسبة للباشا ده بتاع ملف البي دي اف، ان احنا لما نيجي هو بيجي يقول الاباء هم الفيصل، فيعني نوع من انواع النقاش، يعني هو هل مجرد ان ولو اب واحد اقتبس النص يبقى النص اصيل بالنسبة لك؟ طيب لو اغلبية الاباء بيقتبسوا الشكل تاني للنص يبقى هناخد مثلا بأغلبية ولا بالأقدمية ولا ايه؟ وبعدين دي محتاجة بقى شوية مطالعة في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، ان انت تشوف الاختلافات نصية في بعض النصوص وتبص هم الاباء مقتبسين انهي شكل. يعني بالنسبة لموضوع الفاصلة اليوحنوية، ومش عارف ممكن بكرة نبقى نتكلم عن الفاصلة والبحث اللي هو عامله 200 صفحة ده، بالنسبة للفاصلة اليوحنوية باعتراف اباء بالعبيط مش اباء علماء كتير جدا، ان مفيش ولا اب يوناني اقتبس الفاصلة اليوحنوية طوال تاريخ الكنيسة، مفيش اب من الاباء كتب باللغة اليونانية اقتبس النص. طيب انت موقفك ايه من حاجة زي كده؟ النص مثلا بتاع مرقس 1:2 اغلب الاباء اقتبسوا الشكل الثاني بتاع اشعياء، ايه موقفك؟ طيب لو اباء اقتبسوا اشكال للنص احنا مش لاقيينها اصلا في مخطوطات حاليا، هنعمل ايه؟ ده يعني كان من ضمن الابحاث اللي تكلم عنها الدكتور انتي، البحث بتاع لماذا تدعوني صالحا، ليس احد صالحا الا ابي الذي في السماوات.
الشكل ده للنص مش موجود غير في اقوال اباء، مش موجوده في مخطوطه. تعالى بس نبص عليها دي عشان ما يقولوش ايه بنفتري. انا مش طبعا ليس احد صالح، دي موجوده في كذا نص. لا اهو، لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالح، لماذا تدعونني صالحا، لماذا تدعونني صالحا، هما الثلاثه دول. عاوز بس هو مين اللي قفل البرونكس؟ اوعى تكون انت جيت قفلت البرونكس يعني. ماشي هيجيبك بالكاميرا خلي بالك. The Greek New Testament 4th Revised Edition عندنا متى 19-17، فنفتح هنا متى 19-17. هودي ايبن اوتو تيمي ايروتس بيريتو اجاثو ايس استن هو اجاثوس. وفي خلاف هنا، في عندك إيس إستن هو أجاثوس، في تيميرونيرا أجس إيس إستن هو أجاثوس هو ثيوس الله يعني. ما وبعدين تيمي لجيس أجاثون إيس إستن أجاثوس هو باتير مو هو إن تويس أورانويس إريناوس. ماركوس ده مين ده؟ ده أحد الآباء ولا مهرطق ده ولا مين؟ ممكن يكون مهرطق يعني أكوردنج تورنيوس مش عارف. يوستينوس الشهيد اقتبسها بالشكل ده، ويوستينوس الشهيد غالبا هتلاقيه أقدم أب في كل الاستشهادات الآبائية دي. تعالى كده أما نبص الكلام ده صح ولا افترى؟ خلينا نروح كده عند نشوف اشكال النص. بص النص له كم شكل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس اشكال. الشكل الاول تيمي إيروتس بيريتو أجاثو إيس إستن هو أجاثوس، ليس أحد صالح، ليس أحد صالح. هنا الفان دايك بتقول إلا واحد وهو الله. خلينا نجيب النص ده ونبص الحياة بتقول واحد هو الصالح. هنا العربية المشتركة بتقول لا صالح إلا واحد، اليسوعية بتقول إنما الصالح واحد. تمام. طيب يبقى دي ده النص اللي موجود في الاقدم السينائية والفاتيكانية وبيزا، واقتبسها اوريجانوس، اوريجانوس من القرن الثاني. طيب اللي بعديه اس استن هو اجاثوس هو ثيوس اللي هو الله يعني. اس استن هيس يعني واحد يكون الصالح. هيس استن هو اجاثوس واحد يكون الصالح اللي هو الله هو ثيوس. ده اقتبسها مين؟ نوفاتيان ده من اباء ما قبل نيقيا لكن تقريبا قرن ثالث، وجيروم قرن خامس. وبعدين ده شكل تاني هيس استن اجاثوس واحد يكون صالح هو باتير مو
أداة تعريف، يعني أبي مع أداة تعريف. هو إن تويس أورانويس، هو يعني زي ما تقول في الذي في السماء أو في السماء حاجة كده، يعني أبي الذي في السماوات. اللي بعديها أوديس أجاثوس إميئيس هوثيوس. ليس أحد صالح إلا واحد الله. تمام، دي اللي موجودة بقى في الفان دايك. وفي دي برضو أوديس أجاثوس إميهيس هوثيوس. ليس أحد صالح إلا واحد الله. الفرق ما بين القراءتين دول صيغة السؤال. تمام، طيب، يعني المهم ان الشكل اللي بيقول أبي الذي في السماوات دي موجودة عند يوستينوس الشهيد. يوستينوس الشهيد اللي موجود في اول مجلد خالص بتاع اباء ما قبل نقي. عاوز بس ابص كده اشوف لو البحث بتاع الدكتور انتي موجود. افصل الكهرباء دي من عندك، بس اوعى تشد. ايوه ماشي، بس خليه يفصل الكهرباء. فصلته بس كده عشان بس سخن وبتاع. طيب نبص المقالة. انا فاكر ان فيها لفظة ليس أحد صالح إلا أبي الذي في السماوات. طبعا هيجيب لي حاجات كتير. هو جاب لي حراس العقيدة. أنا عارف إن هي برضو في حراس العقيدة. هفتح كده وأشوف في الأرشيف. إلا أبي الذي اهو أبي الذي في السماوات. هو في مش كاتب لها رابط؟ اهو خليني احط الرابط ده هنا وخليني page not found. طيب مش مشكلة، ندخل بس على المقالة الأصلية. في السماوات اهو. هنا الجميل في الموضوع هو فين الكلام. Our fathers trusted مش عارف ايه. The prophet despaired. People trusted. Let him deliver. Crucified. اهو. Why callest thou me God? One is God. My father who is in heaven. وده مديها اقتباس للوقا او فين لوقا 18 18. ما علينا مش مهم. المقالة دي بقى بص عليها.
الموضوع ده ياخد بحث كبير، اختلافات النص اللي احنا بنلاقيه عند آباء الكنيسة مع النص اللي ما بين ايدينا دلوقتي. كان في برضو انا افتكرت حاجة، بس حط اللينك. ايها الوغد الاحمق، ضع القراءة القديمة ولا تحرف. في البحث بتاع مايكل هولمز ده اللي احنا كنا قلنا نشوف شوية نصوص فيه، كان قايل برضو حاجة ليها علاقة بكتابات الآباء والاقتباس منها وكده. كاتب هنا ايه؟ هذه الصفحة. كاتب the last two examples are a bit different. They illustrate that the manuscript's evidence as we know it today is sometimes rather different than it appears in antiquity. فبيقول لك ان في بعض النصوص مذكورة في المخطوطات بشكل وفي الآباء بشكل تاني يعني، بس انا مش عاوز اضيع وقت في قراءة كل ده، لكن دي وسيلة من وسائل ان احنا نرد بيها على هولي بايبل. نص زي ده هل هو يقبل الشكل ده رغم ان ده موجود عند اقدم الآباء؟ طيب التحليل الداخلي اللذيذ بتاعه ده، هو حاطط من اول ان ملاك الرب ده وداه للحبشي وبعدين لاخر الاصحاح، وكاتب ولنطبق قواعد الادله الداخليه. طب هو جاب القواعد دي منين؟ يعني ايه مصدره ان دي قواعد ادله داخليه؟ القواعد دي موجوده في كتاب تكست اوف ذا نيو تيستمنت بتاع بروس ميتزجر وبارت ايرمان، وموجوده في كتاب التكست اوف ذا نيو تيستمنت بتاع كيرت ألاند وباربرا ألاند، ودول أربع مرجعين في مجال النقد النصي، وبيقولوا عكس الكلام اللي هو قايله. هنا بيقول خطأ الناسخ يميل إلى اختصار العدد، فالقراءة الطويلة أصح. لا ده العكس، هو الناسخ كان بيحب إن النص بيكون قصير، فبيحب إن هو يزود تعليقات، بيحب يشرح، بيحب يوضح، يبين أمور لاهوتية وحاجات زي كده. طيب وبيقول خطأ الناسخ يميل إلى جعل القراءة أصعب. إزاي يعني؟ كان بيعقد نفسه مثلا ولا إيه بالظبط؟ جعل القراءة أصعب. إحنا قلنا القاعدة اللي كل العلماء عارفينها إن القراءة الأصعب هي الأصح، وشرحنا القراءة الأصعب من وجهة نظر الناسخ نفسه. يعني الناسخ بيقرأ النص بيجد فيه صعوبة معينة، فبيحاول يغير النص علشان يزيل الإشكالية أو يزيل الـ الصعوبة اللي هو بيجدها في النص. وهنا بيقول هذا ما يتضح أن القراءة أصبحت حادة. طيب هو لما حذف النص بتاع 37 فين الـ الـ يعني إزاي يعني القراءة أصبحت حادة؟ الـ الكلمة دي يقصد بيها إيه يعني؟ إحنا لو فتحنا أعمال الرسل، آدي 8 آخرها خالص، لو احنا جينا نقراها من الآباء اليسوعيين، بيقول هنا وبينما هم سائران على الطريق وصل إلى ماء، فقال الخصي هذا ماء فما يمنع أن أعتمد، ثم أمر بأن تقف المركبة، ونزل كلاهما في الماء أي فيلبس والخصي فعمده. في بس نقطة معينة عاوز بس أبص على حاجة، فقال روح تقدم والحق هذه المركبة. ال ال المركبة دي بتاعت مين؟ بتاعت الخصي. فمنطقي ما هو اللي أمر، ما هو الخصي بيتكلم، فقال الخصي هذا ماء فما يمنع أن أعتمد، ثم أمر بأن تقف المركبة، ونزل كلاهما في الماء أي فيلبس والخصي فعمده. فالنص ما فيهوش مشكلة يعني لا حد ولا حاجة.
فهو هنا القاعدة دي غلط، القاعدة دي غلط، والقراءة مش حادة ولا أي حاجة. وهنا بيقول ما يتماشى مع أسلوب الكاتب هو الصحيح. أنا فاكر إن بروس ميتزجر في التعليقات النصية بتاعته قال إن في تعبير معين، التعبير ده ما بيستخدموش لوقا في أعمال الرسل 8:37. هنا بيقول the formula was doubtless used by early مش عارف مين، ماشي. فين؟ أهو. If it had originally it should be noted too that ton Jesun Christon is not a Lucan expression. يعني محمد ان الثلاث قواعد اللي هو حطهم وقال عليهم الادله الداخليه كلهم مضروبين. لا، هما القاعدتين دول مضروبين، القاعده دي صح، لكن هو مطبعها غلط. هنا بيقول وهنا الكاتب القديس لوقا ويتميز باسلوبه الواضح المسترسل الغير متغير، اي كلام فاضي رغم ما تفهمش منه حاجه. لا، هو كان لو هو عاوز يطبق القاعده دي كان مفروض مثلا يفتح النص اليوناني ويقول التعبير ده او مش عارف ايه ده. بس انا عاوز اوضح حاجه، اصل ممكن يجي واحد دلوقتي ويقول لك طب ما انا هطلع لك كام كلمه من النص وابحث لك فيه، فهلاقيه جه في اعمال الرسل قبل كده وجه في لوقا قبل كده. موضوع الاسلوب الكاتب ده ما بيكونش قوي غير لما يكون المقطع الادبي المضاف او اللي عليه اشكاليه كبير. طيب انا عاوز اشوف حاجه هنا، هو كاتب كاتب ان تون ييسون خريستون is not a Lucan expression. يعني لو انت جيت هنا وجيت النص المستلم والنص رقم 37 وجبت تون ييسون خريستون وحطيتها في البحث وقلت له طلع لي الاكزاكت فريز في العهد الجديد بالكامل، المفروض ما يطلع ليش من لوقا. فالفريز ده وغالبا المشكلة مش في ما تعمل بالزوم يا حبيبي. كسر 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 اهو يمين وشمال بصبعك كده يا شيخ، روح خلاص يا شيطان، ظبط بقى الدنيا. فهنا غالبا المشكله في اداه التعريف، يعني انت لو شلت اداه التعريف دي ايسون خريستون اعتقد هتيجي كتير، جت كتير بس برضه ما جاتش حتى في لوقا، يعني في يوحنا بس جت في اعمال، جت في اعمال ايسون خريستون وجت هنا 8:37 ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، وجت هنا كوريون ايسون خريستون و تون كوريون ايسون خريستون و تون كوريون هيمون ايسون خريستون. هو ما كانش بيحط اداه التعريف تون لاسم يسوع يعني. فدي ده الاسلوب اللي قال لك ما بيستخدموش لوقا، وغالبا ما حدش من كتبه الاناجيل اصلا كان بيستخدمه. انا عاوز ابص كده لتون ايسون دي جت ولا مره، جت في متى مرقس، جت في لوقا بس من غير خريستو. يعني الاسلوب بتاع الكتب الاناجيل يحكم عليه من اللغه تون ايسون وليس الترجمات العربيه او طبعا هو بقى يعني غباءه في الحته دي ان هو بيحكم على اساس الترجمه العربيه. لا، هو ما حكمش، هو ما اداش حكم اصلا. ده هنا بيقول لك هذا وهنا الكاتب القديس لوقا ويميز او مش عارف باسلوبه الواضح المسترسل الغير متغير، وهذا ينطبق مع وجود العدد. يعني المسترسل الغير متغير، طب ما النص مسترسل اصلا من غير العدد. عباره ما لهاش اي قيمه. طيب فهنا اللفظة هنا يعني العالم هنا بيقول
it should be noted to that ton Eison Christon is not a Lucan expression. إن العبارة دي أداة التعريف مع إيسون وبعديها خريستون على طول دي ما استخدمهاش لوقا ولا مرة. تمام؟ بس عاوز بس أبص آخر مرة تون إيسون خريستون دي قلنا ما جاتش ولا مرة. طيب إيسون خريستون من غير تون جت قبل كده في أعمال الرسل ما جاتش في لوقا، هي بأداة التعريف. على العموم برضو زي ما أنا قلت إن لما يكون نص واحد بس هو اللي عليه خلاف موضوع أسلوب الكاتب ده صعب إن أنت تحدده، لأن أصلا أسلوب الكتبة أسلوب بشري فأنت تستطيع أن تتقمسه إلا لو المقطع كبير، فبيبقى عندي ألفاظ كتير أستطيع أني أدرسها يعني. طيب بعد كده عمل إيه؟ كاتب لك ويتناسب مع إيمان الكاتب وتعليمه. مش عارف إيه يتناسب مع إيمان الكاتب وتعليمه. لا هو لما بيسيب سطر كده تقريبا. وهذا أيضا ينطبق على القاعدة السابعة والثامنة وهي العدد يتفق مع نفس تعبيرات الكاتب تاني. أمال إيه يتماشى مع أسلوب الكاتب؟ هو عمل أسلوب الكاتب دي قاعدة، تعبيرات الكاتب قاعدة تانية. يبقى اكتب الكلام ده في الرد بقى. طيب توجد أعداد أخرى للكاتب بنفس التعبير اللي هي إيه؟ ومعلمنا لوقا كرر مبدأ الإيمان قبل العماد، ولكن لما صدقوا فيليبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. سيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيليبس، فقال لهم بطرس طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على إيمان يسوع لأن الموعد هو لكم ولأولادكم. ماشي. ولمبدأ الإيمان أن المسيح ابن الله، معلمنا لوقا قال وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. هو مين اللي بيكرز؟ يكرز يعني بيقعد يتكلم ومش عارف ويدعو وكلام من ده. ترتيب الإيمان ثم العماد أتى في من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. ده اصلا جايب النص اللي موجود في نهاية انجيل مرقس اللي اصلا عليه مشكلة نصية تانية. ها شيخ باشا في يوحنا الاولى 5 كل من يؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله، ومن يحب الوالد يحب المولود الذي، ومبدأ المعمودية باسم المسيح او باسم الاب والابن والروح القدس اتى كثيرا. شوف بيقول لك باسم المسيح او باسم الاب والابن والروح القدس عشان عارف ان دي اصلا فيها مشكلة. والايمان بان المسيح هو ابن الله كذا، دي نصوص يعني هو عاوز يقول ان العدد ده سواء موجود او مش موجود احنا ايماننا زي ما هو يعني. يعني الايمان مش مرتبط بالنص. ممكن يكون الكلام ده صحيح يعني النص مش يعني العقيدة مش قائمة على هذا النص في حد ذاته، وده أمر طبيعي أصلا في كل العقائد المسيحية. لأن يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا جبنا عقيدة آبائية متأصلة وهي عقيدة التدني إن الابن أقل من الآب، دي عقيدة متأصلة بنصوص بالعبيط في الكتاب المقدس، وآباء قد كده كانوا بيؤمنوا بده، ومع ذلك بيقولوا ان الإيمان ده هرطقة وان الأقانيم متساوية. طيب لو انت جيت بقى للعقيدة اللي بتقول ان الأب والابن والروح القدس متساويين او من نفس الجوهر، واخترعوا لفظة هوموسيوس في قانون الايمان اللي مش موجود اصلا في الكتاب المقدس. ايه هوموسيوس ده؟ كلمة يونانية معناها هومو يعني واحد، اوسيا يعني جوهر، فهوموسيوس يعني من جوهر واحد. اللفظة دي مش موجودة في الكتاب المقدس بالكامل، وده ايمان
راسخ في اتحط في مجمع نقي. فموضوع الإيمان مرتبط بالكتاب والكلام ده لا، احنا عارفين أصلا ان هم كمسيحيين إيمانهم في طريق والكتاب في طريق، فبغض النظر النص موجود أو مش موجود انت مش فارقة معاك، مش فارقة معاك يعني. هنا بيقول نقطة مهمة جدا، وهي لو هذا العدد غير موجود فإن إجابة سؤال الخصي الحبشي ماذا يمنع أن أعتمد؟ فهل صمت فيليبس ولم يقل شيئا؟ وهذا أيضا يؤكد العدد أصلي. تعال نبص كده على النص بتاع 836. على فكرة أنا جت في بالي حاجة، في نص بيقول إيه؟ لا أهو هنا النص في الفان دايك، يسوع أجاب يسوع، خلينا أجابه بيلاطس، أجابه يسوع ماشي. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. تحس ان اصلا دي اجابة ملهاش علاقة بالسؤال، يعني انت بتقول له انت عملت ايه فهو بيقول لك ما علينا، مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود، ولكن الان ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس افانت اذا ملك؟ اجاب يسوع انت تقول اني ملك، لهذا قد ولدت انا ولهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. فقال له بيلاطس ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه إلا واحد. أما وسأل سؤال والمسيح قال إن أنا جئت لأشهد للحق، سألوا طب إيه هو الحق؟ ما ردش عليه، سابوا مشي. لما تيجي تفتح التفسير بيبرروا عدم إجابة المسيح، بيقولك إن بيلاطس أصلا كان بيسأل سؤال للجدال، يعني ما كانش هدفه إنه يعرف، فسواء جاوبوا او ما جاوبوش الاجابه مش هتفيده، فسابوا مشي. طيب النص بقى بتاع اعمال الرسل 8:37 لما يجي هنا بيقول هو ده ما ماذا يمنع ان اعتمد، هو بيقول طب هو ما جاوبوش، طيب هو ضروري جاوب عليه ولا هم الاجابه ان هم نزلوا فعلا واعتمدوا، يعني ما فيش حاجه تمنع، ولا انت ايه رايك يا شيخ؟ برقني من ورا الكاميرا. فالاجابه اصلا ان هم ما احتاجش الاجابه، ماذا يمنع ان اعتمد؟ ما فيش حاجه، خدوا من ايده ونزل يعتمد، فنزل كلاهما الى الماء. ايه؟ والآن بعد أن أوضحت أصالة العدد يبقى سؤال مهم جدا، وهو لماذا حذف؟ سبب الحذف، يقول الدكتور مش عارف مين في تعليقه على سفر الأعمال أنه في نهاية القرن الثالث أصبح من المعتاد تأخير معمودية العابرين المسيحيين للتأكد من أنهم فهموا بالحقيقة مسؤولياتهم من اتجاه المسيح وأنهم غير متمسكين بأي إيمان مخالف منتشر في ذلك الوقت. هناك احتمال كبير أن يكون النساخ الذين كانوا يؤمنون أن المعمودية لا تجب أن تكون مباشرة بعد العبور قد أخفوا هذا العدد من النسخ، وهذا يفسر سبب اختفائه من الكثير من النسخ اليونانية التي أتت بعد القرن الثالث، على أساس أنه عنده نسخ من قبل القرن الثالث فيها النص. أولا هو كده بيثبت أن الكتاب المقدس تم تحريفه عن عمد،
وان التحريف اللي عن عمد ده ادى الى اختفاء النص من اغلبية مخطوطات العهد الجديد، لان احنا لو فتحنا البيزانتيان ماجوريتي تكست بنلاقي ان العدد غير موجود، فمعنى كده ان اغلبية مخطوطات العهد الجديد اليونانية حذف النص. فيبقى ده هو بيعترف ان التحريف مقصود، يعني في واحد حذف النص عمدا. وممكن بقى تبكته اكتر من اختيار الالفاظ، ودي بقى يعني الحاجات دي بتيجي بحسب ثقافتك وكتر قراءتك. يعني هنا بيقول هناك احتمال ان يكون الناسخ الذين كانوا يؤمنون ان المعمودية لا تجب ان تكون مباشرة بعد الموت قد اخفوا هذا العدد. ممكن انت ما تجيب الآية اللي بتقول اللي كان اصلا الله عز وجل بيبكت فيها اليهود، تبدونها وتخفون كثيرا، تقول له انت كده اثبتت صدق القرآن الكريم وجزاكم الله خيرا. ايه قول مع التأكد من فهم مسؤوليتهم اتجاه المسيح. طب ما في النص هو ما عملوش الا لما اتاكد ان هو الايمان ظهر عليه، يعني هم اخفوها ليه؟ لان حضرتك فهمني. ايوه فاهم، احنا قلنا انه مجرد انه كان بيقرا في سفر اشعياء يعني هو مهتم، ولما سالوا معنى ان هو مهتم اكتر. دليل ايمانه حاجه اللي قبل كده، ان اساسا ان الروح القدس هو اللي قال في لوكس روح ورا المكتبه دي ويلحق المكتبه. ممتاز، دي برضه نقطه ثانيه، ان لو الروح القدس ما كانش قال له مبسوط انت النفس، لو الروح القدس ما يعني بعت له الواحد، معنى كده انه اصلا ده شخص تكة وهيؤمن. يعني هو يعني ما صرحش المعمودية، ده هو عمده ما تأكد من ايمانه، فهو بيقول تأخير المعمودية الحين ان هم يفهموا حقيقة مسؤوليتهم تجاه المسيح. هو في النص يعني هو فاهم من قبل المعمودية اصلا، هو فاهم فعمدوه، فهم يعني ما فيش سبب ان هم يحذفوا النص، يعني هو ما تعمدش من غير حتى ما يتاكد ان هو. هنا بيقول وطبعا بسبب حفظ الانجيل ظلت القراءة موجودة في بعض المخطوطات اليونانية. لا ما هو قال لك في ناس اخفوه، بس الناس الوحشة اللي اخفوا مش فوق قدرة ربنا اللي بسبب حفظ الإنجيل. يعني طبعا بسبب حفظ الإنجيل ظلت القراءة موجودة في بعض المخطوطات اليوناني وأيضا المخطوطات اللاتين القديمة، وطبعا من الواضح أن القراءة أقدم من القرن السادس كما يدعي البعض. لا لا، هنا القراءة أقدم من القرن السادس ماشي، العلماء قالوا أن هو قديم بقدم اقتباس إيرناوس القرن الثاني. طيب يعني ما طالما ان العلماء بيقولوا ان ممكن تكون القصة دي معروفة من القرن الثاني، ولاحظ ان موضوع المعمودية بشكل عام عقائده بدأت تتحط في القرن الثاني ده، يعني في هيبوليتوس الروماني هو من ضمن اباء القرن الثاني، ادي هنا في هنا هيبوليتوس، فين هيبوليتوس؟ مش عارف هو موجود ولا لا. ايه اهو هيبوليتوس من القرن الثالث. طيب هيبوليتوس ده كان من كام لكام؟ من 170 ل 200، يعني ما بين الثاني والثالث. الراجل ده عنده كتاب اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه، كتاب كده مش عارف اسمه قوانين الرسل او 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 الكرازة الرسولية، مش الكرازة الرسولية، الكرازة الرسولية بتاعت إيرناوس. هنبص على اسماء الكتب. Fragments Appendix، لا Revolution، لا لا، في كتاب لهيبوليتوس الروماني كان بيشرح فيها طقوس التعميد. طب ايه رأيك بقى ان انا اصلا مقتبس من الكتاب ده؟ التقليد الرسولي اهو. بيخفوا من البتاع ده، لكن حصل تحريفات اخرى اللي هم لما كان النساخ بيشوف حاجه مش موافقة
هو مش موجود هنا ليه؟ اهو تقليد الرسول القديس بولس الرومي. طب اقول طالما ان المستخ بيخفوا حاجه من الانجيل لان هم خربانين متاخرين مع المعموديه، معنى كده ان هم حذفوا حاجات ثانيه، ممكن يكون حذفوا حاجات ثانيه انهم كانوا بيؤمنوا ان هي يعني ايه، بيؤمنوا بحاجه عقيده ضد النصوص دي. في حاجه انت كده بتشكك في المستخ بتوع فتره زمنيه كامله. طب انت عندك ايه غير يعني انت لو عشان تحل المشكله في نص هتضرب بقيه النصوص كلها. والناس خلي بالهم ان هو عايز حاجه من الكتاب المنقول عليه. اهو طقوس المعموديه ده قاعد لاجل تقليد المعموديه المقدسه، بيقول لك في الوقت الذي يصيح فيه الديك فليصلى اولا على الماء وليكون الماء يجري على المختص او يخر عليه، ولكن الامر هكذا اذا لم تكن ضروره واذا كان ثم اضطرار فيستخدم الماء الذي يوجد، وليتعروا وليعمدوا أولا الأطفال الصغار، ومن يقدر أن يتكلم عن نفسه فليتكلم، ومن لا يقدر فليتكلم أباؤهم عنهم أو واحد من أهلهم، ثم فليعمدوا الرجال الكبار، وأخيرا النساء بعد أن يحللن شعورهن ويضعن عنهن الحلي والذهب التي عليهن. يعني مش لابس أي حاجة خالص، ولو حتى لابسين خواتم أو ذهب يقلعوا. وفي الوقت وفي الوقت المحدد للتعميد فليشكر الأسقف على الزيت. المهم ان هو بقى هنا وهكذا يدفعه عريانا للأسقف او للقسيس القائم على الماء ليعمد، ولينزل معه كذلك الشماس الى الماء. يعني في اتنين في المية ومعاه الشخص العريان ده. نعم. وعندما ينزل الذي يعتمد إلى الماء فالذي يعمد يضع يده عليه ويقول أتؤمن بالله الآب ضابط الكل. فهنا دي بقى التقليد، إنه بي 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 بيسأله أنت مؤمن ولا لأ، فيقال له أتؤمن بالله الآب ضابط الكل، والذي يعتمد يقول إني أؤمن، فيغطسه في الماء دفعة أولى ويده على رأسه، يعني ينزله أول مرة ويجيبه تاني، ويسأله ثاني دفعة ويقول أتؤمن بيسوع المسيح ابن الله الذي ولد من روح القدس ومن مريم العذراء الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب ويأتي ليدين الأحياء والأموات. وعندما يقول إني أؤمن يغطسه دفعة تانية ويطلعه، ويسأله ثالث دفعة ويقول أتؤمن بالروح القدس في الكنيسة المقدسة وقيامة الجسد، والذي يعمد يقول إني أؤمن، فيغطسه ثالث دفعة. وبعد ذلك عندما يصعد من الماء فليمسحه القسيس بزيت الشكر قائلا إني أمسحك بالدهن المقدس في اسم يسوع المسيح، وهكذا ينشف كل واحد نفسه بمن شفى، ويرتدون ثيابهم ثم يدخلون إلى الكنيسة. ما هي مسحة بالزيت دي؟ فهنا فده تقليد كان موجود في يا شيخ وسام، ده واحد من اباء القرن اللي ما بين الثاني والثالث اسمه هيبوليتوس الروماني من اباء الكنيسه. ف المهم ان انت كده ممكن تربط ان ما ده كان تقليد بدايته في الزمن ده في الوقت ده. مو يا عم نحطها لك يا عم، يلا خلوا الناس تقرا وتنبسط. لا سيبه فاحنا ممكن نقول كده ان التقليد ده بدا يظهر من في الفتره بتاعه القرن الثاني والثالث، فممكن ده فعلا كان تقليد موجود ان تساله الاول تؤمن بالمسيح ابن الله ومش عارف ايه والكلام ده كله، فحبوا بقى ان العقيده دي ان قبل ما يعمد يساله مش يتاكد من ايمانه. فاهم؟ اصل الباشا جاب نصوص قال لك لما تاكد انه مؤمن فاقوم اعمده. طب هو الايمان كان ظاهر عليه اصلا؟ لا، هو التقليد بتاع التعميد ان انا عارف ان هم مؤمنين وجايين هيعتمدوا خلاص، ف
فده تقليد ان غطسه اساله سؤال وغطسه، السؤال الثاني وغطسه، الثالث وغطسه. فممكن يكون التقليد اللي هم قبل ما يغطسوا اسالوا عاوزين يبقى له عقيده مرجع في الكتاب يعني. فلذلك الايه النص اتضاف مبكرا يعني. تمام كويس. فين عاوز ايه انت؟ هشوف الكلاس اهو طقوس المعموديه. ما هو بيقول لك فليعمدوا الرجال الكبار واخيرا النساء، يعني النساء دول في الاخر خالص عشان يكونوا الرجاله ايه لبسوا ودخلوا الكنيسه. بص الوقت بتاعه امتى؟ الوقت اللي يصحي فيه يعني وقت الفجر في الميه اتنين واحد منهم الشباب المشكله ان هم اللي جوه الاساطير مش بيشوفوش لحم يعني مش بيتجوزوا الصراحه. لا يا فاجر بيشوفوا اكتر منه يعني. لا المهم خلاص هنا في الاخر يقول لك المعنى الروحي من تفسير ابونا مش عارف مين، حط كوبي وبيست وفي الاخر ده كل ده تدرس يعقوب ملطي. الملخص العام، رغم ان اقدم مخطوطه يونانيه يوجد بها العدد هي مخطوطه اي من القرن السادس، ولكن وجوده في المخطوطات الايه مخطوطه اي من القرن السادس، ولكن وجوده في المخطوطات اللاتينية القديمة وهذه الترجمة تعود للقرن الثاني تؤكد أنه أقدم من ذلك. احنا قلنا موضوع الفرق ما بين كتاب زي الديتسترون وكتاب وزي ترجمة قديمة. الترجمة اللاتينية القديمة ما بنقدرش نرجعها لنسخة أصلية مصدر واحد، بحيث ان احنا من خلال المخطوطات المختلفة للترجمة اللاتينية و من خلال المخطوطات المختلفة للترجمة اللاتينية نعمل له نقد نصي فنعيد تكوين النص اللاتيني اللي كان في القرن الثاني، ده ما ينفعش نعمله في الترجمة اللاتينية. لكن كتاب زي الديتسترون ده قام عليه أب من الآباء احنا عارفينه اللي هو تاتيان، وكان كتاب له نسخة أصلية مجمع الأربع أناجيل في إنجيل واحد كبير وبدأ يتنسخ، مخطوطاته بقى فيها اختلافات، لكن احنا عارفين ان كل المخطوطات دي لكتاب واحد. كان في نقطة بس لذيذة في مقدمة الكتاب بتاع الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، لما جيت اتكلم عن الترجمة اللاتينية تقريبا قال لك ان معظمها اقاصيص. The old Latin version is cited with all its important manuscripts, some of which have only recently been discovered. They are identified by the traditional symbol IT with superscript symbols for the individual manuscripts. The following old مش لا انا فاكر ان كان في قريت عن الترجمه اللاتينيه، قريت عنها في ايوه عرفت فين، محدش يحسدني عشان ايه ده شغل يعني بيسموها ايه الذاكرة بصورة ذهنية يعني. في الكتاب بتاع Text of the New Testament بتاع كارت ألاند وباربرا ألاند، المقدمة هي طبعا بيتكلم عن تاريخ النسخ النقدية، وبعد كده The Old Latin Versions في الصفحة رقم 186. تمشي شوية. الكتاب ده رائع جدا، ممكن يكون لغته صعبة بس الله مستعان. هنا بدأ يتكلم عن the Latin versions. The earliest Latin texts are found in Tertullian's numerous quotations from the New Testament. We do not know precisely when he began writing, but it was probably about 195. ده هو بيقول لك ان احنا بنقدر نستشف وجود ترجمة لاتينية من خلال كتابات ترتليانوس اللي هو مكتوب عنه حتى في المجلد ده
لاتين كريستيانيتي ذا فاوندر تورتوليان، يعني هو مؤسس المسيحية اللاتينية، الترجمة اللاتينية والكلام، لا مش هو اللي عمل الترجمة اللاتينية، هو اللي بدأ موضوع ان بقى في مسيحية باللاتينية، لان كله كان ايه؟ كان يوناني. نرجع تاني، فهنا بيقول probably about when this these quotations however are of little use in tracing the history of the Latin version because Tertullian evidently translated his scripture quotations، يعني هو اللي كان بيترجمها بنفسه directly from Greek in which he was quite competent making no use of any manuscripts of the Latin New Testament not until Cyprian about 250. قول في ايه بس؟ ايه انت فاصل الشاحن؟ لا انا مش هشوف، مش هشوفه يعني. هو فصل من عندك الشاشه؟ بس عشان ما تشدوش من الكيسه. هي دي حاجة ظهرت يعني لسه دلوقتي؟ طيب بس خلونا نكمل وبعدين نوقف دقيقة ونما نشوف. هنا بيقول ان not until Cyprian about كذا is there any evidence of the use of such manuscripts، ودي نقطة مهمة جدا، يعني قال لك ان لغاية كتابات كبريانوس ما فيش دليل مادي ان في مخطوطات لاتينية يعني ترجمة لاتينية. The early manuscripts, the earliest manuscripts of the Latin New Testament are from the 4th century. دي اقدم مخطوطات الترجمة اللاتينية اللي موجودة من بين ايدينا حاليا. But the manuscript K, 4th, 5th century was copied from an exemplar of the period before Cyprian and presents a text whose Greek base is thought by some to be traceable to the second century. يعني مخطوطة معينة كيدي من القرن الرابع من خلال مقارنتها بنص كبريانوس والنصوص الأقدم للآباء بنقدر نستشف إنه بيحتوي على نص قديم يعني. هنا بيقول لك إيه؟ هنا كاتب ايه؟ The number of surviving manuscripts however is disappointing. All together more than 50 manuscripts or fragments، أصائص يعني مش مخطوطات كاملة يعني، of the old Latin New Testament are mentioned in Nestle Allen ومش عارف مين، but these manifestly constitute only a small fraction of the number that originally existed. تمام. هنا كاتب لك أوغسطين complained for example in his كذا that anyone obtaining a Greek manuscript of the New Testament would translate it into Latin. بطيخي أي حد معاه مخطوطة يونانية بيترجمها. ده اللي احنا قلنا عليه ان مفيش مصدر ثابت للترجمة اللاتينية بحيث ان انت تقول لي نقد نصي فدي نسخة أصلية كانت موجودة في كذا. وخلوا بالكوا هو بيتكلم المخطوطة اللي بنقدر نرجعها للفترة بتاعت القرن الثاني هي المخطوطة كي، مش كل مخطوطات الترجمة اللاتينية. وبعدين هنا بيقول مش عارف ايه that anyone obtaining a Greek manuscript of the New Testament would translate it into Latin no matter how little he knew of either language، يعني سواء يعني على قد هو غلبان في اليوناني غلبان في اللاتيني، اي واحد كان معاه يوناني كان بيترجمه لاتيني وخلاص. فبيقول لك يعني الترجمة ملهاش معايير علمية او شخص معين قائم عليها حاجة زي كده. This agrees with Jerome's complaint about the variety of texts found in the Latin manuscripts of his time. ودي قلنا ان هو there are almost as many different translations as there are manuscripts. يا سلام، قريبة من جملة بارت إيرمان. يعني هنا بيقول لك الترجمات المختلفة او الاختلافات في الترجمة يمكن بعدد المخطوطات، يعني بمعنى ان يمكن ما فيش مخطوطين زي بعض. لما بارت إيرمان بقى بيقول لك هو بيقول برضو ان ما فيش مخطوطين يونانيتين زي بعض،
أو أي مخطوطين لكتاب مقدس أصلا زي بعض بشكل عام، وبيضيف الجملة اللي بتقول إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فهنا بيقول لك إيه، there are almost as many different translations as there are manuscripts. While this is undoubtedly an exaggeration، يعني دي مبالغة من جيروم، بس يعني بيوضح إن الاختلافات كتير. يعني هو بيقول إن أكيد الموضوع ما وصلش للدرجة دي، بس جيروم بيستخدم عبارة بيوضح فيها مدى الاختلافات يعني. وبعدين بيقول still it gives a fair impression of the complexity of the Latin tradition toward the end of the first century. هنا بيقول the fact that the latest old Latin manuscript is from the 13th century gives some indication of this early text. استلالالالالا أي كلام فاضي، كفاية كده. فالجزء بقى خلاص ده علشان خاطر هو بيقول ايه، بيعتمد هو على النص اللاتيني، وبيقول لك ان في بقى حوار يعني جه في بالي، هو النص ده مش موجود في المخطوطة الخبوريوس اللي كل شوية يحطوا لنا في كل داهية وبيحطوها لنا على انها اقدم حاجة ومش عارف ايه؟ عاوز حد يبص في المخطوطة الخبريوس، طب يبص فيها ازاي؟ هو احنا يا عم الحاج بنعرف سرياني، ده احنا بنفك اليوناني بالعافية. هنشوف، هنجيب كده خبريوس كودكس. هنا بيقول ايه، الكمبليت خبريوس كودكس انكلودينج انجلش ترانسليشن، يعني في ترجمة. البي دي اف بالكامل 63 ميجا. طيب احنا مش عايزينها بالكامل، تعال ما نبص على اعمال الرسل. ايه هينزل في قد ايه؟ ايوه وقف الداونلود يا شيخ. ماشي طيب طيب على بال ما ينزل هنبقى نبص على الخبريوس ده. المهم، وايضا شهاده اباء الكنيسه من القرن الثاني مثل ايرناوس وكبريانوس. كبريانوس مش من القرن الثاني. طبعا مجرد اقتباسهم للنص ده ما يؤكدش اصالته ولا حاجه يعني. ممكن ياكد قدامها لكن ما ياكدش اصالته. وايضا التحليل الداخلي، ما بلاش الداخلي ده. واتفاقها في فكرة شهادة الإيمان أولا ثم العماد. لا، هو بس عشان نركز على الموضوع ده، النص ده إني أسأله قبل ما أعمده، موضوع ملوش دعوة أنا أتأكد إنه مؤمن ولا لا. ما هو الروح القدس بعت له أصلا، يبقى ده معناه إنه عنده استعداد للإيمان، وكون إنه بيقرأ في إشعياء ده معناه إنه عنده استعداد للإيمان، وكون إنه سأله النص ده بيتكلم عن مين وإنه سمع منه الشرح ده معناه انه خلاص ماشي في الطريق. وقلنا الموضوع ده شبه النص بتاع بولس، لما مجرد الرجل سمع لبولس قال له انت عندك استعداد ليؤمن يعني. ثم العماد، وايضا اسلوب القديس لوقا مش عارف ايه. طيب موضوع بقى الـ 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 الحاجات اللي هو عمال يحطها دي، الكسندر ذا اكتس اوف مش عارف ايه، الاو ايه النص ده اهو. ده قلنا النص الموقع بتاع الكينج جيمس بايبل بيج ده، وان هو هنا بيدافع اي بليف ذات مش عارف ايه. هو نقل النص. ايوه نقل، وبنفس المراجع دي بنفس ترتيبها. طيب انا بس عاوز اشوف هو الموقع ده يعني بيدافع عن الملك جيمس. Westcott and Hort's Magic Marker. Magic Marker. Bible Study Software. طيب سيبك من الموضوع ده، نبص على الخبريوس ده كده. ادي الـ PDF اهو.
طبعا هو البي دي اف متقسم تلات صفح جنب بعض، وبيحاول ايه في بدايتها بيعلمك يعني ايه الالوان والحاجات دي معناها ايه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طيب خابوريوس كودكس اندكس، ما علينا. ادي ايه يا مولانا؟ دي سريان. طيب يعني ممكن هنا اعمال الرسل، خلينا نبص كده سريعا. اعمال 837، بس انا متاكد لو كانت موجوده في المخطوطه دي كان حاط لنا صورتها اول واحده. 8 ايه؟ من القرن ال 12، بس هو بيقول ان هي بترجع لسنه 165. طيب ثمانية تسعة وعشرين بص مفيش 37. عاوزكم بقى تجيبوا كده الحوار ده، يعني انت امشي كده في ال هنا النص 8 36 38. طبعا انت مش هتقدر تعرف فين بداية 38 وفين. طيب هقول لكم انا ايه الحل، لا تقلقوا يا شباب. في هنا ايه، في من على الموقع ده برضو، عاوز بس اشوف كومبليت خابوريوس بي دي اف جوسبلز مش عارف ايه داونلود فونتس يوزد، لا ارامك بشيتا بايبل. خلينا نحط صفحة الكودكس الخابوريوس دي. ايه؟ طيب الارامك في بقى هنا ايه؟ بشيت ارامك بايبل مش عارف مين، كان في نسخة لا ترجمة النص انترلينير يعني بين السطور. بشيتا ارامك مش عارف بشيتو ذا بروف اوف ده، دي موقع يعني اهو يونان بايبل، هي يونان بايبل اهو ارامايك انجلش بشيتا انجلش اونلي. هنا اعمال الرسل اهو، لو تنزل 8 دي بي دي اف صح؟ اهو نزل بي دي اف ونحط دي كمان. طيب ادي البي دي اف اهو، ارامي وتحتي تحت كل كلمه بتتقري من اليمين للشمال زي العرب. طيب احنا كده فين؟ في شابتر 8 بشيتا ارامايك انجلش انترلينير نيو تستمنت. هنا لا هتمشي شويه كده فين انت اهو، ادي 36 37 اوميتد ان ارامك تكست وبعدين 38. بص يا جماعه بس عشان ايه، يعني الراجل لما بيجي يستشهد بالبتاع ده بيقول لك ان هي من سنه 165. عاوزكم بقى تظبطوا الصور يعني تطلعوها وتقولوا ان دي بقى اقدم حتى من اقدم اب بقى. بص شغلوا له الغباوه ان كده النص مش موجود في اقدم حاجه ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر دول احنا انا عارف طبعا ان كل الكلام ده ايوه في ابحاث ثانيه.
طيب هل هنقدر نطلع الشكل الصورة؟ هحط ال بص هعمل ايه؟ هنحط هجيب دي واحطها على جنب، واجيب دي واحطها على جنب، واظبط دي على الصورة. طبعا دي هتبقى مفيش مشكلة. النص رقم 36 بيبتدي بكذا، نبص كده على هنا، كبرها شوية، ادي النص 36 تقريبا. كل نجمة، النجمة دي بتوضح بداية النص تقريبا. ايه؟ اه، فهنا النجمة اهي، بص اهي نفسها، تمام. فهنا دي بداية 38، يعني النجمة دي اصلا بتوضح لك النص. فانت بقى مجرد ان انت تشوف على نفس السطر، هم المفروض عاملينها على نفس السطر. طبعا انا مش همقع عيني دلوقتي، انتوا اللي تمقعوا عينيكم. والمهم تقوم مطلع الصوره وتاخد صوره من الانترلينير وتظبط يعني. ما حطيتها اهي، ارامك انجلش بشيتا انترلينير، تمام. ودي الخبريوس نفسها، ماشي. طيب وبعدين في الاخر بقى فضيحة خاصة بان هو بينقل كوبي وبيست من موقع بيدافع عن الملك جيمس، وشوية كلمتين تهزيق ان هو كده مش متبع منهج الباحث العلمي اللي بيشوف الادلة وبعدين هيشوف الدليل هيوديه على فين. لا، ده هو عنده اصلا فكرة في عقله وبيدافع عنه خلاص، وعلشان كده مطين الدنيا لانه عاوز ايه؟ يسخر اي شيء يدافع بيه عن الايمان ده وخلاص، مش بيدور فين الصح وفين الغلط. والمجد لله دائما. طيب عاوز بس قبل ما نقفل الجزء ده نقرا في ملف كده كان اسمه فوائد قبل ان تكتب بحثا، ودي موجوده عندي على المدونه، خلينا اطلعها من المدونه وحط لكم اللينك بتاعها برضو. موجود يا باشا؟ لا مش كامل. انت اعمل بص يا مولانا، انت نسيت بص بالداونلود مانجر، وهحملهم لك دلوقتي اهو، لان هي ملفات بي دي اف صغيره. تعمل نيو فولدر كده على الديسك توب، وادي اهو هعلم على اي لينك واقول له داونلود اول لينكس وذ اي دي ام، واقول له شيل الاتش تي ام ال، فهيفلتر لي، هيطلع لي بس الملفات البي دي اف، تمام. هقول له تشيك اول، وهقول له حملها لي في المكان ده على الديسكتوب، هو انهي نيو فولدر واحد، فهقول له هنزلها لي في نيو فولدر ده، هبس هبص عليها كده. تمام، هقول له اوكي، هفتح بقى الداونلود مانجر نفسه وهعلم على كل البشوات دول، هجيب بقى من فوق خالص وامسح ده اهو، هعلم عليهم كلهم واقول له اد تو موف تو كيو داونلود، واقوم قايل ستارت داونلود. ممكن مثلا اظبط في الكيو بحيث ان دي ملفات كتاكيتي، فاعمل اديت كيو واخليه يحمل خمسه في نفس الوقت، واقول له ابلاي وكلوز وستارت كيو، هيبتدي يحمل ايه؟ خمسه خمسه، تمام. ادي خلص اهو، خلاص بيخلص يدخل على اللي بعديه، ويخلص يدخل على اللي بعديه. طيب هنا في ايه بتاع فوائد، اقفل دي خلاص مش عايزينه، ودي خلاص مش عايزينه.
ادي فوائد قبل ان تكتب بحث. ونزل دي كده. ايه ليه يا حبيبي؟ اهو نبص كده بس على الملف. يبقى انت ما مش يبقى انت يا اما ممكن تكون شغال على داونلود مانجر قديم. طيب برنامج وحش، برنامج وحش. طيب هنا بيقول مفهوم العام عن كلمة بحث: عندما أريد أن أدرس موضوعا ما من جميع الجوانب وأقوم بعرض أقوال العلماء الذين يدعمون رأيي، وأقوم بعرض أقوال الذين يخالفونني، وأعلق عليهم أو أرد عليهم باستفاضة دون اختصار أو إخلال، فهذا ما أسميه بحثا. يعني بمعنى أصح الفتك اللي بيطلع بس اللي في صالحه ده ولا حاجة. المتمكن واللي عارف فعلا اللي معاه الحق هو اللي بيعرض اقوال اللي معاه واللي ضده، وبيقدر يفند كل اراء اللي ضده، وبيقدر ايه يبان فعلا فين الشخص المحايد واللي عنده منطق واللي عنده علم واللي عنده فكر بيقدر يناقش، مش مجرد بيعرض اللي في صالحه وخلاص. لا ده هو فاتح الموقع ده بتاع كينج جيمز بايبل ونعل منه كوبي وبيست والدليل صور وظبطوه بقى. يعني مش تقول هو ممكن، لا ده هو فعلا. طيب فيجب على الباحث ان يفتش في اكبر قدر من المراجع المتاحه له حول الموضوع من اجل الخروج باكبر قدر من المعلومات ليفيد بها الناس. وأيضا على الباحث أن لا يكتفي فقط بنقل أقوال العلماء وسردها الواحدة والأخرى فحسب، بل يجب عليه أن يضيف لمسته أو نكته الخاصة. يعني يطلع بالمعلومة اللي موجودة في المرجع ويشرحها ويوضحها ويقول طب على أساس المعلومة دي إيه اللي هيحصل وهكذا، وده مهم ليه أو ده كذا يعني، فيقوم بالتعليق على الأقوال التي قام باقتباسها أو يضيف عليها من خلال شرحه أو توضيحه لهذه الاقتباسات أو محاولة بيان روعتها وجمالها. يعني أنا للأسف كنت بقع في بعض يعني تكاسلات مني، إن أنا كنت بقتبس مثلا في أبحاث إسلامية أقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم، وأنا شايف إن مجرد عرضها ده شيء جميل وكافي، ولكن تنسيت ان في بعض الناس اصلا ما بيقدروش يستوعبوا اللغة العربية القوية دي، رغم ان انا لما بقرأها بقى يعني بحس بمتعة لمجرد قراءتها. فلا يعني تحاول تحط في بالك الشخص الغلبان اللي مش عارف انت بتتكلم عن ايه. وعاوزين يعني بعض الناس يقول لك المجال اللي انت بتتكلم فيه ده مش كل الناس تفهمه. لا كل الناس تفهمه، بس الرك علي انا هعرف اوصل معلومة ولا لا. فتعمل حسابك في الموضوع ده لما تقتبس اقتباس، لو في كلمات انت متعود عليها وفاهم معناها وشفتها كذا مرة ممكن غيرك مش فاهمها، تمام. وعلشان كده قلنا ان احنا عاوزين في المدونة دي الايس، عاوزين قلنا عندنا جزء تعريف، قلنا يبقى فيه تعريف مصطلحات عامة وتعريفات خاصة بالنقد النصي وتعريفات خاصة بالنقد الأعلى. قلت اني عاوز كمان نضيف تعريف بالأشخاص، وعاوز اضيف تعريف بالمخطوطات، تعريف بالنسخ اليونانية او العربية، تعريف بالترجمات القديمة. يعني انا دلوقتي لما هكتب عن الترجمة اللاتينية القديمة حاجة، فلازم انا لازم يكون عندي خلفية علمية عن الترجمة اللاتينية القديمة. طيب لا ليه لما ابحث عنها واطلع عنها اقتباسات اقوم ايه ضيفها في الجزء الخاص بالمدونة بتاعت مثلا الترجمة اللاتينية القديمة؟ ببحث عن اقتباسات لإيريناوس وعرفت معلومات عن إيريناوس،
ان الكتاب الثالث مثلا ده باللاتيني والجزء اليوناني الوحيد هو الكتاب الاول. طب ما اضيف المعلومة دي كمان ويبقى داتابيز كل شوية ايه يتعمل له ابديت ويتكتب في اخر الصفحة او في اول الصفحة اخر تحديث لهذه الصفحة بتاريخ كذا. يعني ده مشروع نتمنى ان احنا يعني نشتغل فيه. وبعدين هنا بيقول خصوصا ان كانت الاقتباسات من كتابات سلفنا الصالح غفر الله لنا ولهم. اي شخص يستطيع ان يقرأ كتابا وينقل اقتباسا، ولكن ليس بامكان الجميع ان يخرج بافكار ناتجة عن قراءته فيصيغها هو باسلوبه الخاص. عشان كده احنا بنلاقي ايه واحد زي ملكانة ده حاطط كوبي وبيست لدش، يعني تعال نبص عليها. بص ايه مساكين والله. لا وبعدين يقول لك صفحه في النص في البحث ده اول صفحه النص بس بص بص تفاسير واقتباسات الاباء والعلماء. ده نقله مني انا ال الكحلي اللي متعلم عليه بولد ده بتاعنا. الهامش ده من الليبرونكس اللي انا مطلعه، يعني هو واخد فاهم ازاي بنفس التنسيق بنفس كل حاجه. طيب ماشي مش مشكله. بص لا كوبي بيست ممكن في حاجات هو زودها شيء معلقش عليها ولا الهوى. حاطط عنوان اسمه تفاسير واقتباسات الاباء والعلماء ودش. كل ده دش هو حطه. ده بقى كلام هو كتبه ماشي او نقله مش عارف. وبعدين في الاخر قال لك يقول المعترض اللي هو انا يعني. اقتبس كم حاجة مني؟ 1 2 3 ثلاثة بس، 3 فقرات. وبعدين السؤال الالهي من منكم مش عارف ايه. خير. فاحنا مفروض ما نكونش زيهم. هم فالحين فقط برص اقتباسات وممكن كمان ما يكونش قراها حتى. و ما بيشرحهاش ولا بيوضحها ولا اي حاجة. اذا كنت تبحث في موضوع يحتوي على ايات قرآنية او نصوص كتابية فابحث في كتب التفسير سواء كانت اسلامية او مسيحية. يعني انت عندك نص وعندك مراجع كتير جدا مسيحية. لو انت عاوز تبذل مجهود في النص ده وعاوز يعني تريح اللي هيجوا بعديك مشقة البحث في المجال ده مرة تانية، قوم انت ده بالمجهود كله. يعني ما تكتفيش بالقشور اللي انت تلاقيها على الوش. عندنا كتب تفسير قد كده متصورة. يا اخي خلي الناس اللي تعبت في تصويرها يفرحوا يعني ويلاقوا ان فعلا في طلبة علم استفادوا بهذه الكتابات اللي صرفوا فيها فلوس شراء الكتب وفلوس في المكان اللي هم بيصوروا بيه والوقت والمجهود في تقطيع الكتب وتصويره والفلوس في إعادة تجليد الكتب مرة أخرى. يعني ربنا عالم الإخوة اللي بيصوروا لنا الكتب دي بيتعبوا فيها قد إيه، ومجهود في نقل الكتاب لينا على هاردات أو رفعه على سيرفرات والكلام ده كله. والإخوة بتوع المكتبة الإسلامية الشاملة، لا أنسى إن كان في مسيحي بيوزع لينك المكتبة الإسلامية الشاملة وكاتب لك البرنامج ده يعمل منك أدمن مسيحي ممتاز، على أساس إن هو بتاع بطيخ بيعمل سيرتش على كلمة ويطلع أي حاجة ويقول لك أنا بطلع من المراجع وبتاع. فإذا كان هم عندهم اهتمام إن يبحثوا ويفروا حتى لو بياخد أي اقتباسات وخلاص. لا بعدين يا حبيبي انت هتيجي بقى تقول لي طب انقلها لي دلوقتي. لا بعدين. ان شاء الله. طيب اذا كنت تبحث مش عارف ايه، لا تكتفي بنقل قول عالم واحد وافق ما احببت ان تقراه، بل تصفح باقي التفاسير واعرف كل ما قيل عن الايه او النص الذي تكتب عنه حتى تتكون في ذهنك صوره واضحه لكل التفاصيل المحيطه بالموضوع. يعني النص اللي احنا بنتكلم عنه
هولي بايبل ما جابش غير الاقتباسات اللي في صالحه. طيب العلماء التانيين اللي هو حاطط لينكهم في الهامش، بروس ميتزجر مش عارف ايه، رغم ان هو ما جابش سيرته اصلا، بص عليه ولا قال لك نص مضاف ولا مش مضاف؟ يعني انا ازعم ان لو عكفت على الليبرونكس وطلع من كل التفاسير الاجنبيه اللي في الليبرونكس كل اللي اتقال عن اعمال الرسل 837، وجبت كل التعليقات النقديه من الكتب المصوره ومن النت بايبل ومن التكس والكومنتري، وكمان فتحت جوجل وبحثت عن النص وشفت المقالات العلميه اللي مكتوبه عنها، ودخلت على جوجل بوكس وبحثت فيه وشفت كل الكتب الاجنبيه، ممكن اكتب عن النص ده كتاب. احنا يعني بص، العلم ما بيخسرش، حتى لو انت مش هتطلع كل اللي انت عرفته عن النص في البحث اللي انت هتكتبه، لكن هتكتسب معرفة بمراجع، هتكتسب ما يعني ممكن كتاب تبحث عنه قدرا تلاقيه في بحث، ممكن ما تستفدش بيه في البحث ده، لكن في بحث تاني تقول اه ده انا شفت الكتاب الفلاني فيه المعلومة الفلانية استفيد بيه. فكل ما تبحث اكتر كل ما هتستفيد اكتر. اه فرصتك في الفوز تكتر. فهذا هو الفرق بين الباحث الحقيقي وبين اي شخص وقعت عينه على مقطع من كتاب فاعجبه ونقله. تمام. الترتيب العام للبحث دول علشان ايه؟ هتمشوا انتوا على الترتيب ده. غلاف البحث ده اللي هو ايه؟ الصفحة الرئيسية. لو نفتح اي ملف من اللي انا كنت فاتحهم اهو، ده انا مش عامل له غلاف بحث، ده انا كنت لسه ايه الحاجات دي انا اتعلمتها في الكلية. عندنا طريقة كتابة الرسائل العلمية او التقارير العلمية او ايا كان بيسموها اهو، ده بيسموه الغلاف، بيبقى عليه العنوان وبيبقى عليه جملة معبرة عن عنوان الكتاب، زي The Text of the New Testament ده العنوان. It's Corruption, Transmission and Restoration دي الجملة المعبرة عن العنوان، وبعدين المؤلف. أنا هنا كنت كاتب على الغلاف طبعا اسم العبد الفقير إلى الله بن منتصر شاهين، وبعدين ترجمة المراجع الأجنبية الأخ تايب لا الأخت مشهد. يعني أنا نادرا لما بذكر اسم حد معايا في بداية البحث، لكن علشان البحث ده كان فيه استشهادات من كتب أجنبية كتيرة جدا، وكنت أنا كتبت على الفيسبوك وقلت أنا محتاج حد يترجم لي علشان ما تعطلش أنا في الترجمة وأكمل أنا في الشغل اللي محتاج يتعمل في البحث. ففعلا لقيت الأخ تايب إلى الله والأخ والأخت دي ساعدوا في كل الترجمات الانجليزيه، في كون ان هم كم كبير كان يجب ان اذكرهم يعني. ودي معلومه حابب اقولها، ان حتى لو كان في شخص، الكلام ده انا مش بقوله علشان ده انا اتعلمته من مشايخي، ان حتى لو كان في شخص بيقول لك يا اخي انقل بدون ذكر المصدر ولا مش عارف ايه ونسألك الدعاء وخلاص، جزاه الله خيرا، هو مش منتظر ان انت تذكر اسمه، لكن واجب عليك انت كطالب علم وكدلالة على الخير، وحتى ان اسم الشخص يذكر فيدعى له، تذكر الشخص اللي انت نقلت عنه حتى لو هو مش طالب منك. ده اقول له طيب جزاكم الله خيرا، تنقلها وبرضه وتقول انت ناقل منين، ده خصوصا لو شخص مسلم. وبشكل عام انت بتقتبس معلومه من اي مكان، لازم تقول انت جايب الكلام ده منين. مش يجي الباشا يقول لك مش عارف مين جي الكسندر قايل كذا كذا، طب ناقل وخلاص ومش قايل ناقل منين. وقلنا برضه لما تيجي تنقل وتكتب المرجع، تحاول على قد ما تقدر تكتب تفاصيل تخلي اللي بيقرا المرجع ده يعرف فعلا يوصل للي انت نقلت منه. تمام. يعني مثلا لو الحاجه ليها لينك على النت ليه ما تحطوش، حط
كان في مرة يعني فلسفة إخوة كانوا بيقولوا إيه؟ يقولوا لا إحنا مش هننشر حاجة على النت لألا يجي المسيحيين ياخدوها ويتعلموا منها، فإيه إحنا نزود علينا الهجوم. في بعض الإخوة التانيين كانوا بيقولوا طيب لا إحنا ننشرها علشان أنت إيش دراك يعني، هو أنت شغال في مصر بس ولا الناس اللي أنت تعرفهم؟ ما ممكن الحاجة دي توصل لطالب علم في أي مكان في العالم ويكون سبب فتح له ويبذل مجهود في المجال ويبتدي يشتغل. أنا حقيقة في البداية لعدم يقين مني كنت بقول لا أنا أخبي الحاجة ومش هنشرها ومش عارف إيه عشان مسيحين وكلام الفاضي ده كله، وأنا ليه أعلمهم وبعدين ما فيش غيري بيرد وهيتكلبوا عليا وكلام الفاضي ده. لكن بعد إيمان يقيني بإن إحنا كده كده منصورين، فلا على قد ما تقدر تنشر العلم بنية توصيل العلم لإخوانك المسلمين اللي انت ما تعرفهمش هل شغالين في المجال ولا مش شغالين، فتساعدهم فيعملوا في المجال وربنا ينصر المسلمين بيهم. وفعلا وجدت ان كثير من الناس يجوا يكتبوا لي مثلا جزاكم الله خيرا يا اخي ده انا تلميذك. تلميذي منين؟ انا ما اعرفكش. لا هو الحاجة اتنشرت ويا اخي جزاكم الله خيرا على الكتاب ده، انا حملته مش عارف منين، ممكن يكون اتنقل في منتدى وراح، لدرجة ان بقيت ناس من الجزائر وناس من المغرب لان هم برضو عندهم تنصير وشغل بقوا يقولي مثلا على الصفحة وقول انا لقيت كذا وكذا وعاوزين حاجات اكتر وكده. فانت الموضوع مش تواكل. انا يعني الاخوة في بعض الناس يقول لك لا انت تعمل اللي عليك وتحجب عن النصارى على قد ما تقدر وتوصل الناس اللي انت عارفينهم. لا الحقيقة ان اللي احنا نعرفهم اقل بكتير جدا من اللي احنا ما نعرفهمش. ده منهجنا. وبس عشان لو حد شاف الفيديو ده قال لك بس ده كده يعني التعب هيوزع الحاجات اللي احنا اديناه له وقلنا له ما يوزعهاش، لا. الحاجة اللي الاخوة بيقولوا لي ما تطلعهاش لحد مش بطلعها لان هم اللي مديها لي ودي رغبتهم، لكن الحاجة اللي انا لاقيها على النت او الحاجة اللي انا صورها او دي بقى ما حدش ايه يحكم عليا فيها. المهم هنا اول صفحة بتبقى فيها الغلاف بيبقى فيه عنوان البحث الرئيسي وجملة قصيرة تعبر عن هدف البحث واسم المؤلف، ولو في ناس بيعاونوا في البحث او ساعدوا بشكل رئيسي او حاجة زي كده. في بقى الصفحة اللي بعديها بتكون غالبا اهداءات، وفي بعض الناس يعني لو انت بصيت في الكتب الاجنبية بيقول لك في فرق يعني ما بين الاهداء وفي فرق ما بين الاشخاص اللي انت بتذكرهم ك مشاركين او مساعدين. يعني الاهداء ده غالبا بيكون لشخص هو ما ساعدكش بشكل مباشر في البحث، لكن هو اكيد له فضل عليك خلاك يعني توصل لهذه المرحلة او المستوى اللي انت على اساسه ايه كتبت البحث ده. لكن الناس اللي انت بتكتب اسميهم مع اسمك دول بيكون ليهم يد مباشر او غير مباشر في الشغل ده اللي انت اخرجته. يعني ممكن شخص مثلا قال فكرة معينة، الفكرة دي انا استفدت منها في البحث، ده مش بكتب اسمه مثلا تحت اسمي في البحث، لكن بكتب مثلا بذكره في اهداء او حاجة زي كده. الناس اللي شاركوا معاه في البحث بشكل مباشر بكتب اسمهم تحت اسمي. مختصر البحث ده هنا تحط المختصر قبل الفهرس او بعد الفهرس، هما غالبا بيحطوا المختصر الاول. انا البحث ده كتبت له مختصر، اختصر البحث. في بحث تاني برضو شكله اكاديمي اللي هو بتاعت العلم والمعرفة. ادي الغلاف
والعنوان وسطر بيوضح والاسم واهداء ومختصر البحث. مختصر البحث يعني انت يعني اللي يقرا البحث ده على قد ما تقدر توصل له الافكار الرئيسيه كلها اللي موجوده في البحث، بحيث ان لو لقى فكره عاوز يقرا عنها يعرف ان بقى لما يقرا البحث هيتعمق فيها. فاهم ازاي؟ فبتجيب كانك انت بتلخص البحث كله وتجيب النقاط الرئيسيه فيها وتذكرها. فهنا في مختصر، وكمان في مشاكل مرقص في مختصر. تمام. طبعا المختصر ده بيتكتب بعد ما تكون انت كتبت البحث، لان غالبا طول ما انت شغال في الموضوع ممكن في حاجات جديده وتعيد ترتيب الافكار ومش عارف ايه، ممكن البحث يبتدي بفكره صغيره لقيت ان الموضوع بقى فيه مصايب كتير وكبيره فالبحث كبر يعني. فبنكتب المختصر والمقدمه اخر حاجه، اخر حاجه في البحث. تمام. الفهرس بيكون فيه العناوين او الفصول الرئيسيه وبعدين تحتيها التفاصيل. ده لو انت عاوز لو انت البحث طويل فبتكتب فهرس فيه مثلا الفصل الاول كذا وتحتيها كذا 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 كذا، او الباب الاول وبعد كده تحتيه فصول، باب التاني وتحتيه فصول وهكذا. لو البحث صغير يعني العناوين الرئيسيه اللي انت حاططها عندك مثلا مناقشه الادله الخارجيه، مناقشه الادله الداخليه، مناقشه اقتباسات الاباء، مش عارف مناقشه الترجمات كده يعني عناوين بترصها تحت بعض بحسب ترتيب ما انت حاطط. المقدمه ممكن تكتب فيه، بعض الناس بيكتبوا اكتر من مقدمه مفيش مشكله، في بعض الناس بيكتبوا مقدمه ايه اللي دفعني لكتابه البحث، ممكن يعني حاجه ملهاش علاقه مباشره بالماده العلميه اللي انا هتكلم عنها في البحث. في ناس تانية فتكتب دي مقدمه وبعديها مقدمه تانية احنا هندخل في ايه وهأهله احنا هنقرا ايه. فممكن ناس تكتب اكتر بالمقدمه مفيش مشكله، غالبا بيكتبوا مقدمه واحده. والخاتمه اللي هي ايه؟ يعني خلاص بعد ما بتكون عرضت كل ادلتك ومفروض بقى بعد المقدمه في بقى البحث نفسه يعني او المناقشه. في الاخر خالص بتقول الخاتمه احنا وصلنا لايه بعد الدراسه دي كلها، ويبقى احنا استفدنا ايه ومش عارف ايه، ولو عاوز توصل فكره يعني عاوز تتك على فكره رئيسيه عاوز تتك على فكره رئيسيه اللي انت من اجلها كاتب البحث، كلام من ده يعني. وبعدين المراجع، مفروض لو البحث كبير وفي مراجع كتير بتعمل قائمه بالمراجع بمجرد اسم المؤلف وعنوان الكتاب. في بعض الناس لما يكون كتاب كبير والمرجع ده استخدمه كتير فبيقوم كاتب في قائمه المراجع العنوان التفصيلي للمرجع، اسم المؤلف، اسم الكتاب، الطبعه، دار النشر، مش عارف ايه، كتير. فبعدين لما يجي في البحث بيقوم مجرد كاتب اسم الكتاب والجزء والصفحه، فتبقى حاجه صغنطوطه كده. فتقوم انت بقى عاوز تعرف طب المرجع ده تفصيلا، ترجع بقى لصفحه المراجع علشان تعرف. معظم يعني خصوصا في كتب مثلا زي كتب بتتكلم عن تفسير وبيستخدم التفسير ده كتير، فمش كل شويه يكتب تفسير الطبري مش عارف ايه الجزء كذا ويكررها كل مره. هو بالنسبه لشغل الكمبيوتر سهل. انا عن نفسي بعمل ايه؟ هتلاقي مثلا في هنا كان في ملف نشوف مثلا بحث انا بعمله حاليا، اعمال قادمه اصول واداب، ببقى عامل ملف اسمه المراجع، انا مظبطه تفاسير القرآن ومش عارف، وبعدين المتون الحديث والتراث الإسلامي، وبعدين في مش عارف أدب الدعوة والحوار، وفي اللغة العربية. أنا ببقى مثلا شغال في تفاسير، فببقى أقوم واخد مثلا السطر ده كده كوبي وبعدين بيست، يدوبك أزود عليه الجزء ورقم الصفحة. تمام.
ده انا بقول تسهيلا مني يعني على القارئ، ان افرض مثلا فتح البحث عاوز يجيب اقتباس معين ففي الهامش يلاقي المرجع مكتوب بالكامل. يعني لو الامر ده كان شاق عند بعض الناس بيكتبوه بشكل مختصر. تحتوي على كل المراجع التي حول الكاميرا يا اخ يا مشغول بالفيسبوك، تحتوي على كل المراجع التي قمت بالاقتباس منها اثناء البحث بالاضافه الى اي كتابات اخرى استندت عليها في بحثك. هو في فرق في الابحاث الاجنبي بيكتب لك حاجه اسمها بيبليوغرافي وفي حاجه اسمها ريفرنسز. ريفرنسز يعني كتاب هو اقتبس منه، خد منه مقطع واقتبس منه. بيبليوغرافي دي او مش بيبليوغرافي اسمها بيبليوغرافي دي معناها مرجع اراه واستفاد منه افكار بس ما اقتبسش منه، يعني زي ما تقول كده مرجع مفيد في المجال بس انا ما اقتبستش منه. يعني هنا بيقول لك كيف تبدا بعمل بحث. لا تظن انك ستبدا بحثك منسقا انيقا مرتبا، فهذا لا يحدث على ارض الواقع، بل ان البحث يبدا بمجرد فكره بسيطه تتبلور من خلال اي شيء صادفته، يعني حاجه معينه حصلت جات لك فكره عاوز تكتب عنها، مثل مقطع قراته في كتاب او في مجله او تصريح سمعته او ما شابه. عندما قلنا ان البحث بدا بمجرد فكره فنقصد عنوانا او معلومه معينه تريد التحقق منها، او موضوع لفت نظرك، على سبيل المثال تصريحات الانبا بشوي الاخيره والتي كتبنا عليها ردا من اروع ما كتبته انا، يعني انا كالتاعب لانه كان دفاعا عن الاسلام العظيم. هذا الرد انتهى في بحث قارب ال 100 صفحه. انا طبعا ما كنتش عارف ان هو هيخرج بالشكل ده. البحث بيبتدي ازاي؟ بتفتح الملف الابيض وتملى فيه الحاجات، لو انت هتكتب رد تملى فيه كل الحاجات اللي انت عاوز ترد عليها او الافكار اللي انت عاوز ترد عليها، وبعدين تملاها ايه بالمادة العلمية او الاقتباسات اللي انت لقيتها في الموضوع. يعني فبيقول انا بفتح ملف جديد فارغ لا اكتب فيه، ثم اقوم بتجميع جميع العبارات التي لفتت نظري والتي اريد ان اقوم بالرد عليها او التعليق عليها. يعني بعد هذا اقوم بتدوين الافكار التي اجدها في العبارات التي قمت بتجميعها. يعني ايه؟ يعني هولي بايبل مثلا، الاخبار الساره والعربيه المشتركه، اقوم واخد صوره احطها في البحث واقوم كاتب انا تعليقي علشان ما انساش، مش الرد بقى نفسه، لا اقول ان العربيه المشتركه هي الاخبار الساره كده مثلا. ويقوم مثلا عندك البرديه 45 او العلماء اللي قالوا ان النص مش في البرديه، وبعدين الصوره نفسها اللي عن ايوه فاقول الصوره نفسها اللي هو حاططها بتوضح النص محذوف مش عارف كذا كذا كذا. وبعدين اقوم بتدوين الافكار التي اجدها في العبارات التي قمت بتجميعها، بمعنى انني استخرج الافكار التي يريد الامر بشوي توصلها للقارئ، او الحاجه اللي انا عاوز اوصلها للقارئ ايا كان، يعني هكتب عنه او هعلق عليه او هرد عليه، كل الكلام اللي بيجي في ذهني يعني بخصوص هذا الاقتباس. من هذه النقطة أبدأ بتدوين النقاط التي أعتقد أنني يجب علي أن أتناولها أثناء ردي على الأمر بشوي. من خلال هذه النقاط أبدأ في البحث عن المادة العلمية. التي يجب أن تكون موجودة في الرد. يعني أنا خلاص جبت الاقتباس بتاع هولي بايبل، لو الاقتباس ده مش واضح هو يعني ممكن يكون أصل هولي بايبل ده للأسف ناقص رخصة يعني، فواضح جدا النقطة الغبية اللي في الجملة اللي هو كاتبها، مش محتاج أنا أعلق تحتيها إنه وقع في المصيبة الفلانية. لكن في مثلا واحد زي الأنبا بشوي كاتب مقطع، فبحط المقطع ده وبعدين بكتب الأفكار اللي كان هو عاوز يوصلها في المقطع، وبعدين أكتب طب أنا هبتدي أرد عليها إزاي أو هناقشها إزاي، وبعدين ابتدي اشوف طب انا محتاج ماده علميه ايه او اقتباسات من كتب علماء علشان ادعم الشرح او الرد اللي انا هقوله.
طبعا من اين احصل على هذه الماده العلميه دي؟ دي كانت لا وانا جاي بكتب رد على الانبا بشويه، فقلت تصفح سريع للمصحف الشريف. ومن اهم الحاجات اللي انا اتعلمتها وانا بكتب الرد على الانبا بشويه ان انا محتاج احفظ القران كاملا. ولاحظت ان في كتب علمائنا من السلف الصالح سهوله استحضار النص القراني في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، يعني يتكلم ويشرح وبعدين يقول لك الايه كذا 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 كذا. فلما بتتكلم لما بتتكلم في الاسلاميات يعني عارف انت موضوع موهبه القراءه السريعه، بيعنيك على طول انا ما قريتش بالتفصيل بس انا عارف لسه الكلام اللي مش عاوزه هنا. دي بتيجي من خلال اولا قوتك في اللغه اللي انت بتقراها سواء انجليزي او عربي، وثقافتك ان انت عارف انت عاوز تدور على انهي كلمات وانهي كلمات داخله في الموضوع. بالنسبه للتصفح السريع في المصحف لو هتكتب رد في الاسلاميات لازم يا اما هتكون انت حافظ القران فغالبا اصلا الايه هتطلع معاك بسرعه، ولو مش حافظ القران يبقى على الاقل بتقرا في المصحف كتير، بمعنى ان انت بمجرد النظر في الصفحه علشان انت قريت الصفحه دي كذا مره فانت عارف الصفحه دي بتتكلم عن ايه، مش لسه هتقراها لاول مره. وممكن توصل لدرجه انا عارف ان الموضوع اللي انا عايزه في انهي جزء من السوره لو السوره كبيره. فكان في بحث كنت هكتبه للاسف برضو الباشا ضيعه، كان موضوع عقيده المسلمين في تحريف الكتب السماويه السابقه، فمشيت بعيني على المصحف كله طلعت كل الايات اللي ليها علاقه بالتوراه او الانجيل او الزبور او بتتكلم عن حفظ اهل الكتاب لكتبهم او فطلعت قائمه ايه؟ ايات قد كده. طب بعد ما طلعت قائمه ايات على الناحيه الثانيه بالنسبه للكتاب المقدس لما كنا بنتكلم وقتي بعد، طبعا انت مش هتتصفح الكتاب المقدس سريعا، لا ده انت بوسائل البحث والتفسير التطبيقي والهوامش اللي موجوده في الترجمات ومش عارف ايه بتقدر تعرف القصه دي في زيها نصوص تانية فين. المهم بعد ما هتجمع نصوص ده في موضوع كتابي، او بعد ما هتجمع ايات في موضوع اسلامي تبتدي ايه؟ تشوف بقى تفسير كل النصوص اللي انت طلعتها دي. كل النصوص اللي انت طلعتها، يعني في البحث بتاع اصول واداب الحوار الاسلامي المسيحي في مثلا ثلاث ايات رئيسيه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. دول ثلاث ايات رئيسيه. المفروض انا علشان اكتب عن الايات دي هطلع كل التفاسير المتاحه ليا في كل آية من الآيات دي. طب أنا لو بتكلم عن موضوع حسن الخلق هجيب كل الآيات اللي ليها علاقة بحسن الخلق وكل الأحاديث اللي ليها علاقة بحسن الخلق، وهطلع كل التفاسير اللي اتكلمت عن الآيات وكل العلماء اللي شرحوا هذا الحديث. ما هو أنا يعني وجهة نظري دلوقتي انا يعني مش عشان حاجه بس انا دلوقتي لما اجي اقول لما جيت كتبت النص بتاع مشاكل مرقس هل بقى يعني الامر يستحق ان اخ اخر يبحث في هذا النص؟ لا، الموضوع اتكتب فيه كم جيد، بحث 60 صفحة وناقشت فيه نقاط كثيرة جدا جدا ورديت تقريبا على 99% من كل ردود المسيحيين على النص. فخلاص في يعني المجالات اللي ممكن تكتب فيها خصوصا بالنسبة لنقد النص كتير جدا جدا جدا. فما يعني مهما انت كتبت هيجي بعديك اجيال هتكتب وهتكتب وهتكتب. طيب هذا الامر لن تفلح فيه الا اذا كنت تقرا القران الكريم كثيرا. ماشي، بعد استخراج الايات بتجمع كل التفاسير. طبعا الكلام ده بقى بيحتاج منك انت علشان في موضوع الاسلاميات على وجه الخصوص ان انت يكون عندك اصلا
العقيدة الصحيحة وملكة طالب العلم اللي بيقدر يطلع الأقوال الراجحة في لو في المسألة فيها خلاف، يا إما أنت تعرف تعرض الأقوال وتوضح بالأدلة والبراهين أنهي قول هو الراجح، يا إما أنت تقدر تطلع يعني ما تبقاش أنت داخل في بحر وتدخل الصح مع الغلط وتبوظ الدنيا. ده في موضوع الإسلاميات. كان في جملة كنا بنتكلم في الغرفة مع الأخ أبو باسل ربنا يحفظه ويبارك فيه، فكان أبو باسل اللي كان طالع قبل كده مع الشيخ خالد عبد الله على برنامج مصر الجديد. المهم فكان بيسألني عن سؤال ومش عارف ايه السؤال في الكتاب المقدس، فبعد ما جاوبت قلت له ايه، فإن كنت قد أصبت فمن الله وإن كنت قد أخطأت فمش مهم، احنا بنتكلم عن كتاب مقدس يعني لا اللي هو بمعنى الموضوع مش مستاهل التدقيق قوي لما نيجي ايه يعني لو قلت معلومة خاطئة. طبعا انا منهجي ان انا بتحرى ان كل كلمة اقولها تكون صعبة، بس لو اخطأت مش مهم، لكن مش زي ما اتكلم بقى عن دين الله عز وجل وعن القرآن الكريم ما فيش حاجة اسمها يعني مش مهم. طيب دي مكتبات، دي كتب إسلامية. الكتب المسيحية طبعا أنا حملت لكم كل اللي عندي، ولو أنت واقع على موقع معين على النت أو مش عارف إيه، لكن للأسف أغلب المكتبات المسيحية اللي مرفوعة على النت مكتبات حشوية ما تستفيدش أنت منها بمعلومات. يعني ملاحظات حول التنسيق دي تكلمنا عنها وعملناها عملي، ودي موضوع المكتبة الشاملة ازاي تكتب مرجع وشكل الاقتباس بيكون ازاي، دي مارسناها عملي. وملاحظات حول اللغة والإملاء، ده يعني كان في ملاحظات مش متكررة وهتلاقيها في مسلمين واقعين فيها وفي مسيحيين، اللي هو موضوع مكان الهمزة ومراعاة استخدام الفاصلة وبعدين الفرق ما بين الهاء والتاء المربوطة، وان حرف العطف و ما بيتسابش ما بينها وما بين الكلمة مسافة، يعني في ناس بتكتب كذا ومسافة كذا هو عادة بيلزق فيها، يعني ما علينا. الفرق ما بين الالف اللينة والياء والمش عارف مين كام ده. طيب هنكتفي بهذا القدر النهاردة، واحنا بكرة بقى ان شاء الله يعني ايه لا يا حبيبي بكرة البحث بتاع مشاكل مرقس ابقوا يعني احنا بكرة هيبقى فيه محاضرتين. المحاضرة الاولى هنتكلم فيها عن بقية يوحنا 7-8 ونفنش على ملكانة، وبعدين ايه انت يكونش عارف اسم اصلا. لا خلاص سيب طيب ما علينا، انت كده عملت له دعايه يعني. سيبك بكره نخلص على ملكانا ده، وبعد كده في الجزء الثاني في بحث ثاني الملكانا على مشاكل مرقس، فتقروا النص البحث بتاع مشاكل مرقس ده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.